تعالوا بقى في أمر مهم آخر، الحيدة عن الهدف أو الخطأ في الشخصية. الحيدة عن الهدف، الراجل قعد كامن في مكانه الجاني وراح إيه؟ وراح ضرب عيار ناري على الراجل اللي هو في خصومة بينه وبينه، راح ضرب عليه ما جاتش فيه، جات في اللي جنبه، جات في اللي جنبه. هتقول انه ما كانش يقصد قتل، لا، الحيدة عن الهدف لا تنفي القصد الجنائي انه قتل شخص عمد. فالحيدة عن الهدف هي هنا لا تلغي قصد القتل. بس هنا في، هل الراجل ده يتهم بقتل التاني بس؟ لا، يتهم بقتل اللي جت فيه وموتته، وبشروع قتل الاولاني، لانه هو اصلا كان شرع في قتل الاولاني اللي بينه وبينه خصومه، ونظر لانه مش يعني مش متمكن في التوجيه البندقيه وكده، فجت في اللي جنبه راح ميت. فهنا بيقدم بالقتل للمجني عليه الثاني، وبشروع في القتل للمجني عليه الاولاني. يبقى هنا كان في شخصية. طيب الخطأ في الشخصية بقى هل زي دي؟ لا، الخطأ في الشخصية انه يكمن الجاني ببندقيته في مكانه، وبعدين هو عارف ان خصمه بيشتغل في الوحدة المجمعة وبيجي من نفس المكان ده من على الزراعية، قعدله في الدرة لغاية ما شافه جه، وكان بيجي لابس بدلة وراجل جاي من الشغل على القرية، فشاف الشخص ده جاي وراح ضربه 3 طلقات، وللأسف الشديد انه ما طلعش هو المقصود، طلع شخص تاني. طب غلط فيه ازاي؟ إما الدنيا كانت ظلمة فما تبينش وجهه، بس هو نفس الهيئة ونفس البدلة، شاف الراجل ده في نفس التوقيت ده بيجي في نفس المكان، أو يا إما كان شكله شكل الراجل اللي هو بيقصده، يا إما عشان الظلمة أخطأ في الشخص. حضراتكم هنا، هل الخطأ في الشخصية ما يبقاش عنده قصد، بينتفي القصد؟ تقول أنا بدفع بانتفاء القصد لأن أنا المتهم كان يقصد شخص آخر. لا، اوعى تقول الكلام ده. هو انتوى قتل شخص، هو انتوى قتل شخص محدد بالذات، لكن أخطأ في الشخص، ده لا ينفي قصده الجنائي ولا ينفي نيته في القتل، لكن اللي حصل انه اخطأ في الشخص، يقدم الى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد اذا توفرت مع سبق الاصرار او الترصد او الى اخره. ادي حضراتكم. طيب يتهم بالقتل العمد، هل فيه تهمة تانية؟ لا. ليه؟ لان اللي كان يقصده أصلاً ما كانش موجود، مش زي الحيدة عن الهدف، الاتنين جايين هو عاوز يضرب اللي هو بينه وبينه خصومة اللي على الشمال اللي جاي، فقعد يضرب كده راحت إيده راحت حرفت، راح قتل اللي على اليمين. ده حيدة عن الهدف، ففيه شخصية، فيقدم بالقتل العمد للي مات، وبالشروع في قتل اللي كان بيقصده. طب والتاني بقى الخطأ في الشخصية، هي جريمة واحدة
هي القتل العمد للشخص اللي مات. طب واللي كان هو التاني بقى اللي كان بيقصده الحقيقي ما كانش موجود في مكان الحادث، وبالتالي ما هنا لا محل للقول بشروع في قتل، لأنه يجب شروع في قتل أنه يكون متواجد في مكان الحادث. وضحت الجزئية؟